وهو ملك الهند، السلطان العظيم، أورانغزيب عالم جير. چاہتے ہیں دکھنی سرزمین کو مغلیا برچس سے ڈھک، اس طرح اتر ہندوستان کا پایا تخت ہے ہندی، اسی طرح دکھن ہند کا پایا تخت ہوگا کون. حصاد الرصاص أتاه، فما من مغيث ولا من عزى، أبي رحيم كشربة الهند عند فطوبى، ولا من شقى، وأمي أمي كفاكب كهن، فدينك يعلو وكل هرى، وعند استبيحى وما من رجاء سوى بإله مجيب الدعاء. رضيعك ما ساق صوت العباد، فكل يردد صوت الغنى، وليلة صيحا فيكم تنسوا كرامتكم أيها الأنبياء. نسى نسى ليل وقلبي كريم.